برضو دلوقتي محمد رمضان امبارح جه بهدل لك المحل طلع لا لا ما بهدل مش احنا مالناش دعوه مش هنقول بهدل ما بهدلش احنا مش عاوزين نوصل الامور البهدل احنا بنتكلم يعني دي حاجه دي اراده ربنا بس بنقول كل سنه وانتم طيبين اولا عملاء كرام عم الشو نصر الشو حبيبنا جاي يسجل معايا وهو طبعا صادق فانا جاي بقول الكلمتين الحق مش عمليه بهدله انا بقول الكلمتين الحق هو جاي عمل فيديو كليب من غير اذن صاحب المحل صاحب انا براندي ده شغلي حقي اللي انت بتتفق معايا واعملها سواء اعملها جدعانه او مادي دي حاجه ترجع لي بحب عشان انت راجل محترم وقريب وراجل برضو يعني في العيله وبرضو بتربي معاهم وحضرت فرح ويعني انا راجل اللي بحبه وهو نجم بفرح اللي هو يجي لي بس يجي لي بظروف غير كده اللي هو ما يدخلنيش معاه مشكله انا ماليش فيها يخلي الناس تتكلم عليا وحش وهو بيتكلم عليك وحش انا ماليش فيه احنا بندعي لك او نقف جنبك او انت تيجي افكر فيها اعملها ما اعملهاش ما اجيش انا مثلا بعد ده كله وتيجي ترقص تعمل برضه خدعه وتغفلنا وتيجي على ترابيزه اللي هي الثانيه اللي قاعدين عليها الاسره هناك دي وتقعد تعمل في رجلك كده نمبر 1 مفيش حاجه اسمها نمبر 1 نمبر 1 يعني بلدي الجميله نمبر 1 يعني الشعب المحترم الاصيل نمبر 1 يعني جيشنا الجميل العريق يا يعني نمبر 1 يعني قضاءنا الشامخ نمبر 1 يعني امننا نمبر 1 يعني امي وبلدي مصر مفيش حد كده انا باشا برفع مع المستشار حسين مريد هو كده كده ماشي بالتجارات القانونيه ولو في اي حاجه زي اقولها لك متشكرين متشكرين عايز اعرف بس لسه في مسلسل البرنس المسلسل البرنس برضو عامله في رمضان برضو لو عمل ونزل بالبرنس هرفع عليه قضيه تعويض كل سنه وانتم طيبين باي 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 باي